انهيار وجنون بلطج الكرة المصرية حسين الشحات اليوم داخل النيابة العامة المصرية أثناء الإدلاء بأقواله في القضية التي رفعها ضد النجم المغربي الكبير محمد الشيبي. تفاصيل حصرية ورب الكعبة لن تروها إلا من خلال قناة واحدة، قناتكم هنا، قناتكم الكبيرة بدعمكم يا سادة يا كرام. لايك واشتراك وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا وأخبارنا الحصرية خلال الفترة القادمة. حسين الشحات أدلى بأقواله في القضية التي رفعها ضده محمد الشيبي. حسين الشحات اصطحب معه 3 محاميين من أكبر محامي مصر، والتلات محامين أكدوا أن موقف حسين الشحات ضعيف جدا 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 في القضية. حسين الشحات أثناء الإدلاء بأقواله معرفش يقول إيه، معرفش يدافع عن نفسه، لأن الواقعة كانت أمام الملايين عبر العالم وبالفيديو بالصوت والصورة. حسين الشحات أمله دلوقتي إن العقوبة تتخفف من 5 سنين إلى 3 سنين عن طريق تقديمه للالتماس، لكن بالتأكيد عقوبة السجن هي مصير حسين الشحات زي ما هتكون مصير أي لاعب تسول له نفسه فعل هذا التصرف الصبياني. محمد الشيبي أيضا كان في المحكمة وكان معاه 3 محامين من نادي بيراميدز، أيضا من أكبر المحامين اللي موجودين في مصر، ومحامين محمد الشيبي واثقين من نفسهم، واثقين في إن محمد الشيبي هيقدر يسجن حسين الشحات بدل السنة 2 و3 و4، ويمكن كمان يتأيد الحكم ويبقوا 5 سنوات. شكرا للقضاء المصري، شكرا للنيابة العامة المصرية انها فعلا بتقدر ترجع الحق حتى لو كان هذا الحق الغريب ضد بلطجي مصري.